السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أنوار المغربي، قناة تعليمية لكل العرب. اليوم جئتكم بفيديو جديد وفكرة جديدة نكتشفها بعد الفاصل. إذا الفكرة الجديدة اللي جيتكم بها اليوم هي واحد لوبسيون خاصية اللي كاينة في جميع الهواتف ديالنا، ولكن بزاف ديال الناس كيغفلوا عليها، ألا وهي لابيل ديرجونس، أي الاتصال لطلب النجدة. هذه الخاصية كتمكنكم من أنكم تدخلوا النوامر اللي بغيتو واللي نتوما عارفين غادي ينفعوا، يكونوا مهمين الا وقعت لكم شي حاجه في الزنقه، الله يحفظك، صيدا ولا اغماء ولا سخفه. وبكل بساطه كتدخلوا مجموعه من النوامر مثل ديال الوالده ديالك، ديال الاب ديالك، ديال خاك، ديال اختك، ديال الجيران، المهم الناس اللي نتوما كتشوفوا بانهم يقدروا ينفعوك الا وقعت لك، في حاله الا وقعت لك شي حاجه. وكذلك باش تسهلوا الماموريال يعني الطاقم الطبي والامني في حاله الا كان الهاتف ديالكم مقفل اي فغويي. اذا باش نفعلوا هذه الخاصيه، اذا كنمشيو للكونتاكت كنكليكيو عليها، كنمشيو لي 3 بوين كيف كتلاحظوا هناك، كنمشيو للجروب، اذا كنمشيو اون كا ديرجونس كنكليكيو عليها، كنمشيو للموديفي، اذا وكان اجوتي ان ممبر، اذا كنضيفوا الاشخاص اللي حنا باغيين، اذا مثلا نضيفوا هذا الرقم هذا، اذا كنديروا اوكي، اذا كنديروا اونغوجيستري، اذا وهو تسجل. اذا باش نجربوا واش تم التفعيل ديال هذه الخاصيه، اذا كنمشيو كنفغويو الهاتف ديالنا كيف كتلاحظوا، اذا كنفغويو الهاتف ديالنا، اذا هو تفغويه، اذا غادي نجربوا. اذا كنمشيو لابيل ديرجونس، ها هي عندنا هنا، ها هي كتبان عندنا ابيل ديرجونس، كنكليكيو عليها، كنكليكيو هنايا كنلقاو الرقم ديال الهاتف ديال الشخص اللي ضفناه. اذا وبالتالي كنكونوا فعلنا هذه الخاصيه رغم ان الهاتف مقفل. اذا واهم حاجه ما تنساوش تضيفوا واحد الخمسه النوامر اللي مهمين ومجانيين. الرقم الاول اللي هو رقم ديال الوقايه المدنيه رقم 15، الرقم الثاني اللي هو رقم الشرطه 19، الرقم الثالث اللي هو 177 رقم الدرك الملكي، الرقم الخامس هو رقم الخدمه المساعده الطبيه 141. اذا هذه الارقام هي ارقام مهمه كنحتاجوها في الحالات الطارئه واللي خصها اللي خص ديما تكون عندنا في الهاتف ديالنا. اذا هذه المعلومات صغيره من المعلومات اللي خاص اي مواطن يعرفها ويتقنها مزيان. ما تخليش هذا الفيديو عندك بوحدك، شاركوه مع الناس اللي كتعرف، اللي قارين واللي ما قارينش، تقد اليوم تعاون وغدا تقلب على شكون اللي يعاونك. اذا الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء مع فيديو جديد وفكرة جديدة.